يقول السائل: شككت في وضوئي أثناء طوافي للعمرة، فهل عمرتي صحيحة أم لا؟ نعم، إذا كنت محدثا لست على وضوء وشككت هل أنت توضيت أو لا، فالأصل أنك لم تتوضأ. أما إذا كان العكس، أنت متوضئ يقينا ولكن شككت هل انتقض الوضوء أو لا، فالأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة والوضوء، فطوافك صحيح. فمن كان غير متوضي وشك هل توضأ أو لا، فالأصل أنه غير متوضي، هذه قاعدة. ومن كان متوضئا بيقين وشك هل انتقض وضوءه، فالأصل بقاء الطهارة. نعم.